من تعب الدهر سنزهر كسنابل ضوء. أهلا بكم مشاهدي بلقيس أينما كنتم إلى حلقة جديدة من برنامج حيث الإنسان في موسمه الثاني في موعدنا الثابت، واليوم معكم 9:05 بتوقيت اليمن. تستمعون إلينا أيضا على تردد الإفهم 97.7 الخاص بإذاعة بلقيس، وأيضا يمكنكم التفاعل معنا مباشرة من خلال البث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بقناة بلقيس. الليلة وجهة جديدة لبرنامج حيث الإنسان. هذا المساء سنكون معكم في مدينة نصاب بشبوة، وهناك سنشاهد واحدة من أروع قصص النضال من أجل استمرار التعليم. أهلا بكم. يقولون أن الاستثمار في التعليم يبقى الرهان الصائب لنجاح الأمم والمجتمعات، وتجارب الشعوب تؤكد بأن ما من حضارة أو أمة أحرزت نجاحاً دون أن يكون التعليم حجر الأساس. في مدينة نصاب بمحافظة شبوة كانت الأعين هذه المرة على مدرسة البنات، إذ لم تجد بعض الطالبات فصولاً دراسية جديدة ليجبرن على افتراش ساحة المدرسة. تسببت الظروف الجديدة للطالبات بمعاناة كبيرة، فشمس الصيف وبرد الشتاء في المدينة ذات المناخ الصحراوي بالتأكيد أنهما يحولان دون استمرار بعضهن وترك مقاعد الدراسة للأسف. لكن فريق حيث الإنسان تدخل في توقيت قد يبدو مناسبا ووضع بصمة فارقة في هذا المشهد. تعالوا معنا نشاهد تفاصيل الحكاية والقصة من نصاب في شبوة. أريد أن أدرس في صف الدراسي لأن ندرس على الأرض، لا يوجد لا أمياز، لا يوجد لا مراوح، لا لمبات، ومعنا زي ما تشوفوا الصنبور النص، وكثافة الطالبات ما نستوعب مع المعلمة حتى نجاوب. مبنى المدرسة صغير لا يستوعب كثرة الطالبات. منذ العام 2004 ضمنت فصول المدرسة التي بنيت على مرحلتين مقاعد دراسية لفتيات المدرسة الصغيرة، لكنها اليوم ضاقت بطالباتها ولم تعد قادرة على أن تستوعب الأعداد الكبيرة منهن. لا تجد الطالبات المتعطشات للتعليم حرجاً في الجلوس على أي مكان متاح على الأرض، حيث لا يسعهن القيام بأي حركة تقريباً سوى الكتابة. الطالبات هؤلاء لا يوفر لهم فصول لأن المبنى صغير، يعني ما يحتوي على كمية العدد المتواجد في المدرسة. عندنا في المدرسة حوالي 700 طالبة من أساسي إلى ثانوي، فلهذا كثافة الطالبات تجد الفصول لا تحويهم جميعا. كل فصل يعني من الأساسي من 1 إلى 6 يحوي على 45 طالبة، حوالي 45 طالبة من 1 إلى 6، والفصول الأخرى من 7 إلى 9 يعني من 35 إلى في صف معنا في 7 يحوي 55 طالبة. كل هؤلاء الطالبات في صف. قديماً كانت الطالبات الفتاة الريف كانت لا تلتحق بالمدرسة
تترك المدرسة بعد سن كذا معين. أما الآن فأصبحت الأهالي والأسر تلحق بناتها في المدارس، وأصبحت عندنا كثافة. طبعاً تعاملنا مع هذا الوضع بأن قمنا بإخراج الطالبات في العراء وعملنا صفوف في الساحة. تبذل الطالبات هنا جهداً مضاعفاً ضمن محاولاتهن الدراسية، فهذا الوضع لا يعطيهن ما يعطي الطالبات الأخريات في الفصول المغلقة من سكون وهدوء دائمين، فالفضاء المفتوح والحركة القريبة منهن تسيطران على أذهانهن الصافية. طبعا طالباتنا في مدرستنا مدرسة نصاب لا يركزن عن دراستهن بسبب عدم وجود الصف، لذلك اضطرينا ندرسهن في ساحة المدرسة. أكبر مشكلة هو الظروف المناخية والإزعاج وأسباب كثيرة، هو تأخر الطالبات، عدم حضورهن، عدم كتابتهن، عدم أسباب كثيرة. فنلاحظ أنه وجود الطالبة داخل الصف عكس ما هو موجودة في الساحة. كلما حاولت الطالبات في هذه الساحة التفاعل أكثر في الحصة الدراسية يخرج الوضع عن السيطرة، فالمساحة بين الأمرين دقيقة، إذ تتداخل الأصوات ويصير الأمر إلى فوضى. كل ذلك يمكن السيطرة عليه إلا أن للطقس سلطانة، فالأجساد الصغيرة لا يبدو أنها قادرة على أن تتقدم أكثر في يومها الدراسي، وغالباً ما تكتفي الإدارة بنصف يوم دراسي فقط. وبرغم وضع التعليم المتداعي ونقص المرافق التعليمية في مدينة نصاب، إلا أن الأهالي يحرصون على حصول أبنائهم على التعليم في بلد تدهور فيه التعليم وتقلصت فيه فرص التعليم بالمدارس الحكومية المجانية. فقامت حركة النزوح إلى مدينة نصاب بسبب الحرب المستمرة منذ 5 أعوام من الازدحام في المدارس والمرافق التعليمية. وبحسب تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، فإن قرابة 2500 مدرسة تضررت بسبب القتال في عموم البلاد. تكون الدراسة في شتاء محافظة شبوة ذات المناخ الصحراوي أمراً بالغ الصعوبة، الأمر الذي أجبر الكثير من الطالبات على مغادرة الدراسة. تستعين إدارة المدرسة بالمستودعات الصغيرة بصورة مؤقتة لتجاوز فصل الشتاء، إلا أنها تكاد لا تكون كافية. وكقصص الرسل تواصل المعلمات رسالتهن السامية في ضمان استمرارية التعليم للطالبات اللاتي لم تحل الظروف عن التحاقهن بالدراسة. ولأن الجهود العظيمة تجذب أفعالاً أعظم، كان لابد للإنسان أن يكون حاضراً حيث الإنسان. Thank you.
هذه الرسالة من برنامجها حيث الإنسان العزيزات طالبات مدرسة البنات نصاب للتعليم الأساسي والثانوي. يسعدنا كثيراً أن نبني لمدرستكم 3 فصول وأن نكون جزءاً من قصة نجاحكم. ستنمو هذه الأحلام هنا مجدداً مع البناء الجديد، إذ ستعود من جديد لاحتضان طالباتها. أما هذا الفضاء المفتوح سيعود إلى وظيفته المكانية كمسرح للخيال وفضاء يتسع لنصف ساعة من الاستراحات اليومية في يوم دراسي شيق. اليوم صار بوسع رحيق أن تعود لكرسيها في الفصل الجديد، وبات بإمكانها أيضاً أن ترسم مستقبلها في الطريق المضي. هذه الفصول حلوة ومتميزة وفيها أمياز، فيها صنبورات، فيها مراوح، فيها لمبات، كل حاجة موجود فيها ويقدر الطالب يستوعب فيها من وسعتها ويكفي للطالبات، يعني اكتملوا الفصول، يشجع الواحد انه يكمل حتى الجامعة، يكمل الجامعة ومع شدة ومن وسعه وترتيبه، وفي أمياز في أمياز في أي حاجة، هذا يستوعب الطالب مع المعلم. Thank you.
تابعنا القصة تعليق بسيط ربما مني. أنا ربما مثلكم كالمشاهدين ربما أتابع القصة والفيلم الآن على الهواء مباشرة. هناك الكثير من اللقطات ربما في الفيلم والمقاطع مؤثرة، لكن ربما لحظة الظرف وأنه يفتح هذه اللحظة ربما مؤثرة كثيرا، و يعني إحساس مختلف ربما اللي من المشاهدين يصل إليه هذا الإحساس، فأتمنى أن يؤيد هذه الفكرة. ربما إحساس مختلف أنه الفرحة، التصفيق ربما إذا كانوا طلاب مدارس فرحتهم بما قدم، وهو شيء بسيط منا في برنامج حيث الإنسان. لرحيق الطالبة التي ظهرت في الفيلم نقول من حقك يا رحيق أن تطلبي كل ما يسهل لك التعليم، وعلى الجميع أن يستمع لمطالبك. ولسان حالنا يقول كيف سمح لأن نترك هذه الوجوه البريئة تلفحها الرياح والشمس حتى ذوت، فكل بنات مدرسة نصاف في شبوة هن بناتنا، وكل طلاب اليمن أبناؤنا وإخوتنا أيضا، قلوبنا تتألم لحالهم وعيوننا على أقرب فرصة تخفف عنهم ولو باليسير السهل. من يدري يا رحيق قد نزوركم في الموسم القادم كي نستمر في تحقيق الحلم وصناعته معا. تحية كبيرة لأهالي منطقة نصاف في شبوة الذين عرفوا وأدركوا أن العلم سلاح لا بد منه لكل فتاة في مواجهة كل التحديات مهما كانت. إذا من نصاب في شبوة كانت قصة الليلة، وعن هذه القصة ستكون فقرة المسابقة. بإمكانكم التواصل والمشاركة معنا على الهواء مباشرة بالأرقام الظاهرة معكم على الشاشة. لدينا اتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام، من معي؟ معك عمر أحمد نصر محافظ الجوف. من الجوف، اسمك الكريم؟ عمر النصر. عمر من الجوف، حياك يا عمر. الله يحييك. طيب عمر لو تكرمت تسمعني من التليفون علشان يكون الصوت أوضح وتسمعني بشكل أسرع. أيوة أسمعك من الجوال الآن. تمام. عمر تابعت الفيلم؟ عمر لو تكرمت تسمعني من التليفون علشان الصوت أوضح تسمعني بشكل أسرع. الله أسمعك الآن من التليفون. طيب سؤالي لك، تابعت الفيلم؟ نعم تابعت. طيب السؤال، ما اسم المدينة التي كانت القصة اليوم منها؟ من أي مدينة؟ مدينة نصاب. فين؟ في أي محافظة؟ محافظات شبوة. يا عمر إجابتك صحيحة، مبروك لك 50,000 ريال يا عمر. هذا التأخير لأنه يسمعني من التلفزيون. على العموم مبروك لك 50,000 ريال، شكرا لك. محافظة شبوة. نعم اسمعك تمام خلاص خلصنا، مبروك لك 50,000 ريال. تمام مبروك لك 50,000 ريال. وهذه الملاحظة التي أكررها أنا لكل المتصلين يسمعونا من الهاتف عشان التأخير في الصوت، لكن يبدو أنه سينتهي رمضان وما زلنا نعاني من هذه المشكلة. اتصال آخر. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معي؟ الاسم يوسف عبد أحمد محمد غالب اليماني. هذا قد هو السداسي يا يوسف. اهديناك الاسم كامل. يوسف عبدو أحمد محمد غالب اليماني. هذا قد نقطع لك أزيد جواز بطاقة شخصية. أنت في البطاقة حقك كم مكتوب من الاسم كله هذا في البطاقة؟ خواتم مباركة. علينا وعليك حبيب. يوسف من أي محافظة؟ من محافظة إب. من محافظة إب. تتابع البرنامج يوميا يا يوسف؟ نتابع يوميا. خلي بس أمانة بنحاول مين الأول من رمضان. وانت حاول. نحاول اتصالات واتساب بكل مكان. كم معك تلفونات؟ هو نحاول بالاتصال من الهاتف الأرضي والواتساب من يعني هاتفي الشخصي. الحمد لله اليوم وصلت معنا على الهواء قدك مشارك. الحمد لله من فضل الله، يعني الحظ اليوم جاء. لو زاد الحظ الآن أجي معك واقتطع الاتصال كيف شعورك؟ إيش؟ لو أقول لك زاد فصل الخط معك الآن كيف يكون حظك؟ من الله يعني لا فصل الخط فصله.
يعني الحظ قام من رب يعني كل واحد. طيب سؤالي لك، ايش المشكلة الابرز في المدرسة، مدرسة نصاب، ايش كانت المشكلة الاكبر؟ ايش السؤال؟ السؤال، المدرسة مدرسة البنات هذه في نصاب فيها كثير مشاكل، بس في مشكلة كبيرة، اهم مشكلة، ايش المشكلة هذه كانت؟ يوسف، يا يوسف، المشكلة يعني أنهم عندما كانوا يدرسون يعني أشعة الشمس كانت تؤثر عليهم. لا، الشمس مشكلة، والجو والبيئة مشكلة، يعني من هذه من أبرز المشاكل الذين كانوا يعانون منها. أكبر مشكلة إيش؟ أبرز مشكلة؟ وكذلك في الشتاء. لا الشتاء ولا الصيف ولا البرد ولا الشمس، في مشكلة أكبر، إنه في نقص في إيش؟ يوسف. طيب بسبب قلة الفصول. أليش؟ بسبب قلة الفصول. صح، هذه الإجابة، عدم وجود فصول كافية لأنه كان الناس يدرسوا. الفصول وكثرة الطلاب. أيوة، عدم وجود فصول، الباقي المشاكل هي موجودة، نطرحها أسئلة الناس تانين. على العموم مبروك لك يا يوسف اليماني من إب ب50,000 ريال، إجابة صحيحة، قلة الفصول هي المشكلة الأهم كانت. شكرا لك. يلا شكرا. عفوا. اتصال آخر. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام، من معنا؟ معك باسم حسين عبد الرحمن. من؟ السلام عليكم. باكر. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باسل، من فين يا باسل؟ من تعز. حياك يا باسل. الله يحييك باسل. خلينا ننتقل للسؤال الرابع يا شباب. كان في مشكلة، المشكلة الأكبر هي عدم وجود فصول كافية. طيب، بسبب هذا الازدحام وقلة عدد الفصول، الطالبات كانوا يدرسوا فين؟ باسل، كانوا يدرسوا في الشارع في احد المدرسه. صح، مبروك لك 50,000 ريال، وفي الشتاء يدرسوا في المخازن. مبروك لك 50,000 ريال، واجابتك صحيحه باسل من تعز، شكرا لك يا باسل. نعم كانوا يدرسوا في الشارع احد المدرسه. مبروك لك 50,000، اجابه صحيحه. الله يبارك فيك. يلا شكرا لك، والتاخير لانهم يسمعوني من التلفزيون. طيب الآن سنجري القرعة. سؤال أمس كان يقول السؤال: في أي مدينة كانت الخالة زعيمة؟ وكانت الاختيارات الثلاثة شبوة ربما وحضرموت، الاختيار شبوة، والاختيار الثاني حضرموت، والثالث المهرة. الإجابة الصحيحة على العموم هي الاختيار الثاني الحضرموت، فكل من أرسل رقم 2 لديه فرصة الآن للفوز ب 50,000 ريال، سنختار ثلاثة. وصلتنا 62,500 رسالة طبعا كما تتابعون على الشاشة، عدد الإجابات الصحيحة 45,505 رسائل، والإجابات الخاطئة 16,995. نتمنى أن تقل عدد الإجابات الخاطئة. سأختار فائز وقيمة جائزته 50,000 ريال، وبسم الله اختار الفائز الأول. مبروك للفائز صاحب الرقم 772-419-617. مبروك إذا لصاحب الرقم 772-419-617. مبروك لصاحب الرقم الظاهر على الشاشة 50,000، وبعد لحظات سأختار فائزين، وقيمة كل جائزة أيضا 50,000 ريال. والإجابة الصحيحة كانت الاختيار رقم 2، وذات الملحوظة دائما أرسلوا فقط رقم الإجابة حتى تدخلوا في السحب بشكل صحيح. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. من معنا؟ ألو. أيوة، من معي؟ لا، إيهاب. إيهاب، من فين يا إيهاب؟ إلهام. إلهام، عفواً، إلهام، من فين يا إلهام؟
من تعز. من تعز. إلهام من تعز. إلهام تابعت القصة؟ أيوة تابعتي. طيب كان في المدرسة، مدرسة نصاب للبنات، بنيت عام كم؟ عام كم؟ أيوة عام كم بنيت المدرسة؟ يا إلهام 2019. أنت تابعت القصة يا إلهام؟ أيوة تابعتي. طيب متى بنيت المدرسة؟ عام كم؟ 2017. طيب انت تسمعيني من التلفزيون؟ أيوة. والتليفون؟ من التليفون. من التليفون. طيب 2017 اجابه خاطئه، غيري، مش 2017 ولا 2019، خطا. يا إلهام اجابه خاطئه، 2017 2019. يلا بساعدك، من عام 2000 الى 2005، اختاري سنه. يلا إلهام اسرع. 2005. للأسف إجابة خاطئة. شكرا لك يا إلهام، شكرا. إجابة خاطئة لإلهام، ساعتك 3 مرات والإجابة خاطئة. اتصال آخر ونتمنى تكون عنده الإجابة، والإجابة سهلة واضحة. شكرا لك إلهام. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. من معنا؟ رايد محمد. قائد. قائد. رايد. رائد. ايوه رائد. ايوه رائد. من فين يا رائد؟ من عدن. من عدن، حياك يا رائد. حياك. طيب يا رائد، السؤال، متى بنيت المدرسه في نصاب شبوة، عام كم؟ 2004. متاكد؟ ايوه. اجابتك صحيحه، ومبروك لك 50000 ريال، ويبدو انك تابعت الفيلم. شكرا لك، اجابه صحيحه 2004. شكرا لك. طيب نذهب للقرعة ونختار أيضا الفائز الثاني، وقيمة جائزته 50000 ريال. ولدينا الآن أيضا سنختار الفائز الثاني من أرسل رقم 2، والفائز بسم الله. مبروك للفائز صاحب الرقم الظاهر على الشاشة معنا الآن. مبروك للفائز صاحب الرقم 770411193. مبروك إذا لصاحب الرقم 770411193. مبروك للفائز 50000 ريال عن سؤال أمس. طيب لدينا اتصال. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام، من معنا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معكم زينب محمد عقلان. زينب. زينب محمد عقلان. زينب محمد عقلان، من فين يا زينب؟ من الحديدة. من الحديدة، أهلا بك وبمشاهدينا في الحديدة. أخت زينب تابعت الفيلم؟ أيوة. طيب سؤالي لك، كم عدد الطالبات في المدرسة؟ عدد الطالبات 720 كده. 700. متأكدة؟ أيوة. كم، 700 ولا 720؟ 720 كذا. لا 720 غلط. يلا 720 غلط. أقل كم؟ طيب 700. 700 إجابة صحيحة، فعلا 700 طالبة في مدرسة نصاب البنات. مبروك لك يا زينب، 50000 ريال من الحديدة. مبروك، الله يبارك فيك. شكرا. لدينا اتصال. الو السلام عليكم. الو. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. من معي؟
معك محمد قاسم علي من عدن. محمد قاسم من عدن، كيف حالك يا محمد؟ الله يحفظك، جمعة مباركة علينا وعليك إن شاء الله. كيف الأمور عندك والجو؟ الحمد لله الجو كله مضبوط. مضبوط، الأمور تمام؟ الحمد لله، نحمد ونشكر على كل شيء. طيب محمد، تتابعنا يوميا أنت؟ تتابع البرنامج دائما؟ تتابعنا من عدن؟ أيوه. طيب تابعت اليوم الفيلم؟ أيوه تابعنا تقريبا من نصف. طيب سؤالي لك، ما هي المراحل الدراسية التي تدرس فيها الطالبات؟ والله المراحل من الابتدائي إلى ثانوية. أساسي وثانوي. مبروك لك، إجابتك صحيحة، مبروك لك 50,000 ريال. محمد قاسم من عدن، شكرا لك. شكرا، الله يحفظك أستاذ سامي. شكرا لك. لدينا اتصال، ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ معك سالم محمد حسان الوصابي. سالم الوصابي، من فين يا سالم؟ من صنعاء. من صنعاء، حياك يا سالم. تتابع حيث الإنسان يوميا؟ يوميا ومن العام، أنا مشترك من العام ومن معاكم. كم قد فزت مرات معنا؟ ها؟ كم فزت مرات؟ كم شاركت مرات معنا؟ سجلت عليها دحين. ايوه شارك الان معنا، انت الان على الهواء. اقول لك كم قد شاركت معنا من قبل، شاركت ولا لا؟ ايوه شاركت من اول العام، شاركت كل وانا تابع. طيب يا سالم، سالم صح. سؤالي لك يا سالم، مديرة المدرسة كانت في الفيلم تقول انه عدد الطلاب او البنات في الفصول الابتدائيه، كم عدد البنات، كم عدد الطالبات في الفصل الابتدائي؟ يعني في الفصل الواحد 45، لا 55، لا 55، وحتى يعني اليوم الزباله 85 الى 45. ايوه الصغار اللي هم الابتدائي كم يعني؟ خمسه وكم؟ 35 الى 45. والأول ثانوي اللي اليوم تابع 55. إجابتك صحيحة، مبروك لك 50,000. فعلا عدد الطالبات في الفصول الابتدائية الأساسية 45 طالبة، صحيح، مبروك لك 50,000 ريال. شكرا لك يا سالم. طيب الآن نذهب ونختار الفائز الثالث عن سؤال أمس، وكانت الإجابة الصحيحة رقم 2، والفائز الثالث معنا، بسم الله، مبروك لصاحب الرقم، مبروك لصاحب الرقم 77442408، مبروك إذا لصاحب الرقم 77442408، مبروك للفائز الثالث معنا، وقيمة جائزته 50,000، ولديكم فرصة للفوز معنا بثلاث جوائز أيضا من سؤال حلقة اليوم. لكن نذكر بشكل سريع أو نذهب للاتصال بعدين نذكر بأرقام الفائزة. اتصال، ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ عبد الله. عبد الله، من فين يا عبد الله؟ من عدن. من عدن، كم عمرك يا عبد الله؟ 10 سنوات. بس 10 سنوات بس؟ عبد الله. طيب يا عبد الله اسمعني من التليفون. من عدن. تمام، حياك حياك، اسمعني من التليفون يا عبد الله. ايوه يا عبد الله. ها؟ اسمعني من التليفون مش من التلفزيون. ايوه ايوه. طيب وطي صوت التلفزيون، معاه من الريموت. ايوه وقفت، طفيت الصوت. طيب طفيت الصوت، يلا. ايش اسم البنت اللي ظهرت في الفيلم وكانت تتكلم عن المدرسة، ايش اسمها؟ رحيم. ايش؟ رحيم. رحيم، لا لا مش رحيم. لا مش رحيم. رحيم. ايوه رحيم. لا رحيم، لا مش رحيم. لا مش رحيم، شوف التلفزيون. ها بنت اخذنا الاجابة. رحيل. رحيل. لا صيح صيح، ما اسمعكش، صيح. ايش اسمها؟
قل لي بالحروف. راء. لا باللام. 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 أيوة. رحيل. لا مش لا. رحيل. لا اتهجى الحروف. يلا قل لي بالحروف. راء. حاء. يلا. رحيم. مش رحيم. لا. باللام. رحيل. لا لا مش مش رحيل. مش رحيل. لا. مش بال مش باللام. اتهجى الحروف. يلا قل لي. راء. راء. رحيل. لا رحيل. والله ما هي رحيل. 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 لا والله ما هي رحيل. هاتم عبد الله. تعال يا عبد الله. رحيل. لا ما هي رحيل. رحيل. لا كل الحروف من مش ايش او ايش اول حرف؟ راء. خاء. ياء. لام. راء. حاء. يا يا ماشي رخيم. لا مش لام. اخر حرف قاف. يلا قل لي. راء. ها اخر حرف قاف. قاف واول حرف راء. راء. ح. ايوه. رحيق. 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 رحيق صحيح. رحيق. رحيق إجابة صحيحة وخمسين ألف يا عبد الله. مبروك لك يا عبد الله. رحيق. 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 رحيق صحيح. قد في ناس يقولوا قيق. صحيح تمام. في البث المباشر الناس كلهم جاوبوا صح. صحيح. رحيق. رحيق اسم البنت. رحيق يا عبد الله. مبروك لك خمسين ألف يا عبد الله. شكرا جزيلا لك. تمام يا عبد الله إجابتك صحيحة. مبروك لك خمسين ألف. شكرا. شكرا عمو. باي باي عمو. لدينا اتصال. طيب الان البعض جالسين يتناقشوا في البث المباشر على موضوع الاخت الهام انه الهام ظلمت معنا في الاجابه. الهام شاركت قالت الاجابه الاولى 2019 قلت لها غلط. قالت 2017 قلت لها غلط. قلت لها ما بين عام 2000 و2005 اختاري يا الهام. قالت 2005 غلط والصحيح 2004. يعني ثلاث مرات وساعدناها ولكن ما كانتش مركزه ويبدو ما تابعتش الفيلم لانه راحت على طول قالت 2019 2017 وكانت يبدو مشتته. مره ثانيه تشارك ان شاء الله يكون لها نصيب. لدينا اتصال. الو. السلام عليكم. من معنا؟ الو معك عبد الجاري علي نعمان. من؟ عبد الجاري علي. عبد الجاري علي نعمان. عبد الباري علي نعمان. من فين عبد الباري؟ من محافظة تعز. من تعز. حياك يا عبد الباري. الدنيا المعاصر قصيرة في المرة الأولى وقصتي غلط وآخر ما تمرات. ها قد شاركت معنا من قبل وجاوبت غلط. أيوه. ما شاء الله يا عبد الباري والحظ اللي معك. قد وصلت يعني شاركت معنا مرتين بس أول مرة جاوبت غلط. والله رد. حظك مليح يا عبد الباري. إن شاء الله حظي. ان شاء الله ربكم قد يدور بالظروف. تمام. الحلو انه عبد الباري جاء بعد الموضوع حق الهام. عبد الباري شارك معنا في حلقه سابقه وما جاوبش صح واعتذرنا منه واليوم تواصل معنا مره ثانيه. طيب سؤالي لك. المدرسه فيها مشكله قله الفصول وفي مشكله ثانيه ايضا تتعلق في البيئه والجو. ايش المشاكل اللي في المدرسه كانت؟ ايش المشاكل اللي تعاني منها الطالبات؟ يعني في فترة الشتاء يعني ما الدراسة تكون عندهم تصيحهم بسبب الحرارة وحرارة الشمس. أيوة النوع الجو والبرد والريح والحر والشمس صحيح؟ مبروك لك يا عبد الباري 50,000. يلا شكرا. يلا عفوا. طيب الآن نذكر مشاهدينا بالثلاثة الأرقام الفائزة معنا واللي اخترناهم بشكل عشوائي من الواتساب. نتابع الأرقام على الشاشة. الأرقام على الشاشة وهي 772-419-617 والرقم الثاني 770-411-193 والرقم الثالث 777-442-4080. مبروك الفائزين الثلاثة 50,000 في كل فائز.
هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. لدينا اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ألو، من معنا؟ من معنا؟ أم أحمد. أم أحمد، أم أحمد من فين؟ من عدن. تابعت الفيلم يا أم أحمد؟ أيوة تابعته. طيب، في كان شيء بالفصول اللي بنيت، شيء مميز، أي شو اللي مميز لفت انتباهك؟ لا مراوح، لا إضاءة، لا لا سبورات. الفصول اللي بناها حيث الإنسان، في الديكور حقها في شيء. الفصول اللي بناها حيث الإنسان. أيوة تمام، بس كان في شيء مميز كذا بالألوان، في حاجة كذا لمسة. إيه كانت واسعة. اللون. واسعة وفيها سبورات. اللون. اللون. أدراج ومراوح. إيش من لون؟ أدراج لون وردي. وردي لأن مدرسة بنات فكان وردي. طيب سؤالي لك اللي عليه 50,000، كم عدد الفصول اللي قدمها برنامج حيث الإنسان؟ كم عدد الفصول؟ كم عدد الفصول؟ عدد الفصول. أنت الآن ركزتي في المراوح. أنت ما ذكرت ماش مذكور بالقصة. لا، إنه البرنامج قدم كم فصول، إنه الأستاذة لما قريت في الطابور، مديرة المدرسة لما فتحت الظرف. أنت ركزتي بالمراوح ما ركزتش بعدد الفصول. لا ما مش مذكور كان. قالت إنه الطالبات العزيزات، طالبات مدرسة نصاب، يسعدنا ويشرفنا في برنامج حيث الإنسان أن نساعدكم ونسهم معكم في بناء كم؟ طب ممكن تغير السؤال، ما عندي ال كم تقريبا؟ أياه بدي يجيب لي 50,000. ليش لا؟ أيوه خلاص تمام. خمسة فصول. خمسة؟ أيوه خمسة فصول. كيف؟ إجابة صح ولا خطأ؟ أنت اللي تسأليني وأنا أجاوبك. أيوه صح، خمسة فصول. خلاص تمام، سجلي عندك اسمي ورسلي لي 50,000. إيه بين الحوارة. يلا أنا بساعدك بس آخر مرة. خمسة غلط. خمسة غلط. خمسة غلط، مش عدد الفصول لا خمسة. معك من واحد إلى خمسة، يلا اختاري إجابة. خمسة؟ خمسة غلط قلت لك. يعني من واحد أنا ما خمسة اختار. أيوة خمسة غلط. يلا أربعة؟ أربعة أيضا غلط. شكرا لك وأعتذر منك، أربعة خطأ. شكرا. طيب في اتصال ولا خلاص؟ طيب انتهى وتجاوزنا وقت الحلقة. أيضا اليوم متسابقتين، ما ركزوش معنا وما تابعوش. الإجابة الصحيحة عدد الفصول ثلاثة فصول، ثلاثة فصول للأسف. فالمعذرة من المسابقة الأخيرة وأيضا من إلهام. والهدف أنه كان في اتفاق أن المشاهدين كلهم أنه لازم الناس يركزوا يتابعوا القصة، وأيضا أنه يكون هناك في نوع من التشويق أنه تتاح الفرصة لأكثر من المتسابق حتى يشارك معنا. مبروك لكل من شارك معنا اليوم واستمع للقصة، وأيضا كنا سعيدين بتواجدنا في نصاب بشب. والآن نطرح لكم سؤال حلقة اليوم، ولديكم فرصة للفوز بثلاث جوائز مالية قيمة كل جائزة 50,000. والسؤال على الشاشة. السؤال: كم عدد الطالبات في الصف السابع بمدرسة نصاب؟ والاختيارات الثلاثة هي: الاختيار الأول 30 طالبة، الاختيار الثاني 55 طالبة، الاختيار الثالث 65 طالبة. إذن للمشاركة أرسلوا فقط رقم الإجابة 1 أو 2 أو 3. فقط أرسل رقم الإجابة 1 أو 2 أو 3. إذن مبروك لكل من شارك معنا، وبإمكانكم الفوز بثلاث جوائز عن سؤال حلقة اليوم. ونلقاكم غدا ونجري السحب، وأيضا ستكون معنا قصة وحكاية جديدة من محافظة أخرى. في أمان الله.
ترى نفسك في الغير وستعرف ما تحدثه لمسة إحسان. بالخير سندرك حتما كم نحن بخير بحكاية تأخذنا حيث برنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.